السلام عليكم جماعة، اليوم خاوتي جبت لكم طريقة فيها تدي لي زاكور من ريتم واحد اخر بدون ما تستعمل اف اس تي ديو. بينما لما تستعمل اف اس تي ديو الاول، اف اس تي ديو انك تستعمل تحتاج غير ريتم، تخدم ريتم تاعك فما كانال ديس والنف، تبغي بلي رول مو تبغي غير لي فارياسيون في ربعه، تبغي بلي فيل كامل انت واش طارتك. يبقاو لك في لي زاكور ما جبت لكم طريقه سهله مهلا. عندنا نستعملوا وما بند زوج، عندنا الفيرسيون 7 النسخه 7 والنسخه 10، لان النسخه 10 العفسه فيها هذيك العفسه، بان كي تبغي تخرج لي زاكور تبغي مثلا تخرج لا باز وحده، تخرج البيانو وحده، ولا المهم تخرج كل حاجه وحدها، كي تبغي لوطون لي تكليكي ما يتخرج هي بلوكي. عاود استعملت الفيرسيون القديمه تاع سات، خرجت طريقه سهله ومهله، ودرك نوريكم طريقه. عندنا دو ستيل، ستيل انسيان ستيل موديفي. ستيل لي موديفي فيه غير ريتم، موديفي ما فيش لي زاكور فيد. اما ستيل لونسيان نحتاجو لي زاكور تاعو برك، نحتاجو غير لي زاكور باه تنقص عليك الخدمه ما تويش تطلب بزاف تريقي في لي زاكور، وكاع انك تستعمل غير بواطا ريتم في الاف اس ستوديو. طلع ريتم تاعك يبوا، طلع البواطا تاعك بالباد ولا كيما تبغي، المهم اللو انت وخدمتك كيفاش تخدم. يبقى لك في لي زاكور دوك نوريكم، تبعوا معايا خاوتي. هاو مينا عندنا هنايا، عندنا لي ريتم مينا هذا اللي مخدوم، مخدوم هاو مينا، هذا جديد وهذا قديم اللي فيه لي زاكور. هاو مينا كتشوفوا لي زاكور كانال 11 12 13 14. اما الريتم هذا ما فيهش فيت، فهمتوني يا جماعه ما فيهش. لا الحل الوحيد الان دروك انه نستعملوا الريتم. طلع غادي نطلعوا الريتم، يطلع هنايا دوك لي زاكور يطلعوا هنايا بلا ما يدنا مشكله. اول حاجه اللي تروح ليها مثلا نروحوا للتراك، كليك على التراك تسيب اكس امبورت اكسبورت، ما تروحش للبار، بار لا هي بارت هذه تروح تدخل او تزيد تمحي ولا تمحي الراك كومبلي تمحيها، احنا ما نحتاجوش هذيك. اما تبغي تمحي ريتم ولا باز ولا كور ولا تمحي من هذا الريتم، تجي هنا للتراك دير كيل، معناتها الحاجه اللي راك مسيليكسيونيها تمحيها. دروك رانا في الكور 1 في لي زاكور، معناتها الباز فدناه قلنا كورنر 2، قلنا نديرو تراك اكسبورت. او نشوف شي يكتب لك مثلا في المان 1 يكتب لك بلي هذا مان باز مان 1، وهنا باز مان بي، هنايا باد لي زاكور مان 1 باينه شتي باد، معناتها الفون هنا كور 1 مان بي، نديرو انريجستري، نزيدو دوزيام فون، دوزيام كور، اكسبورت. طريقة كيما هاكا غير الا كملت الخدمة، ونعاود نوريكم الطريقة كي تبغي تاجوتي في الريتم دوزيام في الريتم الجديد. دوك نوريكم كملو الخدمة هذه من بعد نوريكم. غادي نحبس لا فيديو بعد ما نكمل الخدمه هذه اللي راكم تشوفوا فيها، ونعاود نقول لكم كيفاش دير هذوك. رانا ندير اكسبورت من بعد في الريتم الجديد، نبغوا ندخلوا لي زاكور هذو اللي رانا مستعملين، نعاودوا نخدمهم في ريتم واحد اخر، نستعملهم في ريتم واحد اخر، ما نضلوش خطره عاود كل خطره عاود موديفي عاود، هكا تسهل عليك الخدمه. المهم دوك نعاود نقول لكم خاوتي
المهم خوتي يعني رجعنا لكم بعد ما سجلناهم، بعد ما كملنا التسجيل تاعهم تاع لي زاكو سجلناهم، جينا للاستمرار الستيل جديد اللي ما فيش لي زاكو. نبدأ بالمن ا. من ا هو نروح للتراك كما قلنا اونز. قبل ما نروحو للان نروحو للريتم هذا، نشوفو الان اسكو واش فيه. فيه باز، فيه الباز، فيه باد. نحتاجو باز ونحتاجو باد، نحتاجو باز ونحتاجو باد. في المين ان نروح ندير امبورت في التراك، نروحو التراك ندير امبورت. هذه هي العفسة خاوتي، لانو كي تجي تامبورتي يبلوكي. دونك واش نديرو؟ الحل الوحيد اللي نديرو نستعملو هو من بعد سيت، ومن بعد سيت نفتحو المومن بعد. هاو نعاود فتحنا المومن بعد سيت، وهنا سيت نستعملو غير المومن بعد سيت، لانو المومن بعد سيت في العفسة هذه اللي نحتاجوها ما يبلوكيش. هاو نفتحنا درك نجيب ستير، نروحو لويندوز ستيل ماركر. هنا المن ان نحتاجو من ان، من ان نحتاجو باز، نحتاجو باد. نجيب روح للطراق قلنا امبورت، نديرو سي يوزر بيرو نحتاجو قلنا باز من ان ا باد. رانا ب 14 انا مسيليكسيوني، المهم بلاصه اللي تكون مسيليكسيوني اجوتي فيها باد من ان. اوكي نعاودو نجربو، نجربو هذا. نجيبو لا باز امبورت، توجور باش تنقص عليك الخدمة هكا. نعاودو نحولو الدوسي تاعنا في الدوسي تاع الومن بند. نقولكم نحولوه باش تعرفو وين تحولوه. امبورت هاينا الومن بند، هنا نديرو هنايا، نديرو في السي ديريكت مباشرة من الفوتوس. دونك نحولو، نزيدو باز من ان. المهم كي تقرا مثلا باز كيروحو للباز. لا باز من ان، هاي من ان. اوكي نفس الشيء للبي والفيل ان وكاع كيما هكا خاوتي. نتوما كملتوا الخدمه هكا، من بعد سوف غاردي الريتم تاعك، سوف غاردي باسم واحد اخر. مبروك عليك ستيل بلي بلي زاكور، ما في حتى غبينة. دمتم خاوتي وتهلاو، السلام عليكم، الله يحفظكم خاوتي.